بين التفاصيل المفرحة التي أخبرني بها محمد، يعني تفصيل مهم. محمد خرج من المعتقل الحرية بعد 22 عام وذاق طعم الطعام من البساتين، على سبيل المثال الزيتون من زيتون فلسطين، من فلسطين 48، وتجول بشوارع هذه من التفاصيل التي رواها محمد والتي بالفعل أبكتني وأنا داخل هذه الزيارة. بالنسبة لمحمد، هذه التفاصيل البسيطة أغنته عن كل 22 عام وهو بالمعتقل، وكانت يعني عودته إلى المعتقل بالنسبة لمحمد ولا شيء. التفاصيل المهمة الإيجابية والجميلة، هو وزميله، هو ورفيقه زكريا زبيدي، كانت تفاصيل جدا. الصبر على سبيل المثال، محمد لم يذوق الصبر منذ 22 عام، فتذوق الصبر من أحد بساتين مرج بن عامر. هذه التفاصيل الجميلة التي روى لي إياها محمد. ولكن من جهة أخرى، محمد مر برحلة تعذيب جدا قاسي ويمر. محمد تم الاعتداء عليه بشكل مفرط